السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيجي والبليد، كنت أقول أنا فترة سيداتي أنساتي سادتي مخداتي وسادتي، بس أبغى أشوف الكومنت أحد حد فيكم متضايق من الكلمة؟ حد فيكم زعلان؟ اللي خبر اللي يخبرني. زين، ادمنستريتر ايجنت اكزيليتر الى اخره، سيلبرتي افريكان ايجين ابيض المكسيكي لاتينو، يعني خلنا نخليك بيج واحد ابيض. شكله نصاب اصلا من عينه، والله انه نصاب. بنبدا اليوم دارك براون اصفر زين، عنده شعر زين، وعندنا الى اخره نظاره، ومجرم مجرم هالمجرم الجديد. بس ابغى اغير الجزيره هالمره، عن اخر مره اخر مره الجزيره كانت شوي كئيبه، مدتها ما عجبتني. بنبدا اليوم سلسله جديده من تطورات روبيكو، بس اليوم والله شكلها حلو نفس اخر مره. اوكي نفس اخر مره. انزين بنبدا من اول وجديد، ابا انشئ اختصار جديد. انا قلت اول شيء يمكن اطلع الاقتصاد القديم من الورطه اللي هو فيها، لكن سالفه اني اطلعه من الورطه اللي هو فيها سالفه طويله طويله ما تخلص. خلينا نشوف شو محتاج نسوي. ابني مزرعه حيوانات. انزين خلينا نشوف الخريطه اول شيء. لحظه خلينا وين ببني كل شيء. مزارع هني، مزارع الحيوانات بتكون وياها، فكرة طيبة صح؟ خلنا نبني اصلا بنحتاج مزارع عشان التصدير. في الواحد كم عامل اللي يباله؟ قال كاتل يبا. بنسوي بالعكس، بنحط رانش ثاني حليب، بعد حليب بنحط بعد واحد لاما. بس ما بحاول اني ما استعيل، هذا نوعا ما يعتبر مستعيل. بس لحظة، رانش هذا وايد قدام. اوكي هذا وايد ورا. اوكي تعال نلزقك في الشارع، نحط واحد ثاني. قلنا حليب، خلنا نغير هذا الى حليب. تشينج لايف ستوك. اوه بعد في نوع ما سويناه، اللحم. خلنا نسوي لحم. بحاول اوازن المدينة اقتصاديا اكثر من اخر مرة، يعني ابا احط المدينة خلى مثل ما هي مو مشكلة. انزين ابا ابدا على طول تصدير، ما ابا اقعد بلاتينيوم باكج. بنبدأ بالسيلفر، كم بيكون عندنا تجارة يعني؟ خل نحط وايد، نحاول نبدأ بداية نوعا ما مستدامة. زين نحن بنحط هاي وين مبنى شوفوا هذا مال البنا، خلنا نزيده خلنا ناسيهم. نحن كم عدد السكان مالنا الحين قبل لا نسوي بيوت؟ 49 عائلة. اوكي بنحط بلانتيشن الحين. لحظة خلنا نسوي زراعة. نبا موز، الموز هني مشروع ناجح هني. في شيء انا ما بديت اسوي اخر مرة ترى واظني غلط، اللي هو اقدر اسوي ابجريدز، افتحن تطويرات حق المبنى نفسه، اللي هو انا ما بسوي وايد مباني الحينه، حتى المزارع الحينه بسوي من كل نوع حبه. كوكوين والله حلو، كلهم هني اخضر. نبى مكان اخضر صالح للزراعه، فبنزرع كوفي. نبى اكثر مكان اخضر، هذا مكان اخضر ولا
انقطاع بسيط. انزين بنبني كل شيء مكان اخضر. خل اشوف لحظه. بنبني هذا اخضر. ما نقدر الكوفي حاليا مكانه صعب. هني مكان ابدا مش رومانسي. مكان يجيب العيد. انزين خلينا نبني واحد هني. خلا نبني شارع هني وبنبني. لحظه هذا يبقق ويا. اوكي نبى نبني خلنا نسوي زموت. لحظه نبى نبني ذرة. الذرة ليش كل شيء اخضر في المكان اللي ما ابغاه؟ يعني انا نوعا ما جيد بس يعني بيغطي عليه هذا. زين مو مشكله هذا كله قابل الى اعاده الصياغه اصلا من اول. تشوف بعد نفس المكان اخضر ما ابغى. باينابل باينابل هنا يستوي. اوكي بنسويه بالطريقه هاي. بتقولوا الحين خلي الوايد. صبر صبر عليه. سكر. يا السكر والله انك عسل. صدق انك سكر. صدق انك سكر. ريحت راسي من العذاب. انزين ونبا بلانتيشن توباكو زقارة. عطني زقارة تتني يلف وانت تدري القلب عليك يلف. انزين خلنا بسوالف طارق العلي. خلنا نحطيه هني. خليل شو هذا مش مرتب؟ المدينة فوضوية. هي فعلا شوية فوضوية بس بعتمد في المدينة على اساس منو. خلنا نزيد ميزانيتهم هاي خلهم يشتغلون. اظني هاي اللي بيكونون منهكين. انزين هاي شو نقدر نسوي لهم؟ هاي اقدر احطي لهم انفايت فورن وركر. لا عندنا كم واحد غير موظف الحين سؤال. امبلويز ان امبلويد 74 واحد. عندنا ناس متعلمه. عندنا واحد عنده 5 جامعيين. عندنا 18 واحد هاي سكول. عندنا ناس يعني نقدر نبدا فيها مسيره حياتنا. زين خلينا نسرع اللعبه شوي. على فكره انا يوم العب اذا بلعبها صدق بروحي انا ما بسرع اللعبه طول الفتره. لكن الحين عندي وقت فراغ ما اعرف شو اسوي فيه. يعني انتم خبروني وحش يسوي. تعال شو تبين انت؟ ابني مكتبه بتستلم شغلات زياده. اوكي بنبني مكتبة اللي هو بيكون هني ريسيرش لايبراري. لايبراري مكتبة ابغى اسوي تصميم احط كل شيء في مكان اقتصادي. زين خلنا نمد الشارع من هني. اوكي هاي نوعا ما مشكلة. دقيقة خلنا نشوف إذا أقدر أسويها بالطريقة هاي. نقدر. زين بنحط حديقة هني لفة هني. وإنها المكان يكفي حق حديقتين. انزين الحين مش مستعيرين وايد على البيوت. خلنا نبني هذا. شو يسوي؟ ربل بلو. أوكي انزين اوكي نحن خلصنا المهمة. يقول نقدر يحطنا 5000 بنك سويسرا. يعطينا 5000 حق الشعب. نحطي 12 شهر قبل اعلان الاستقلال. نبى 10 زيادة. نحن ما نبى ناس. عندنا وايد ناس صراحة. عندنا ناس بس كفاية وزيادة. انزين بس الحين احنا صرفنا 65000. ترى صرف عالية في فترة قصيرة. الحين يمكن هاي اللي يكونون نوعا ما غلطة. انزين هذا لازم يسوي لي سيرش كوبوي. شوفوا ها شو يسوي؟ يزيد فعالية كل المزارع ولا هايل بعشرة. اوكي ماكسيموم 20. حلو. وهذا بس لازم اسوي ريسيرش اول شيء كوبوي فارم ابجريدز حق المزارع نبغى. والشوفل يفتح لنا المناجم اللي هو الشوفل هو اللي عبارة عن المجرفة ولا الشيول. انتو شو تسمونه؟ نحن نسميه شيول. الحين لازم اكون حريص شوية بزيادة على اساس ان كل واحد في منطقته. يمكن انا غلطت اني جمعت مزارع الحيوانات مكان واحد لكن بعد مش غلط. لا زين زين هادي بمي. زين لان كل مزرعة حيوانات الحين المفروض تعطينا بونس ولا شيء زيادة مقابل نطورها
هني الحين مو بنت مو بنت مو بنت بس ينبنون. بتشوفون قصدي الحين من نسوي المكتبة هذه من تنبني نحن بنحطي شو اسمه مالنا. انزل انت تعال. والله هذا مكانه غلط يعني من نحط شيء نفس هذا هني. انزل خلنا نحط شارع هني. والله مو بسيده بعد بعد للحين مو بعد لبعدين لا بعد للحين. اوكي اشوف الحين شكله اوكي لا شكله اوكي الحين. انزل انت شو تبغى عندنا مهمه جديده. صدر 3000 لحم اوكي بصدر ان شاء الله. انزل خلينا نشوف شو عندنا عقود تجاريه ممكن نسويها. لحم رام رام لحم سمك فيه سمك لحم بعده بدري شوي بنبدا. ولا اقول نحن شو عندنا ننتج اول شيء ذره لا نحن نبى موز موز زرعنا موز لا موز عندنا هلا نسوي له كويك بيلد هذا انزين وبننتج الموز بنسوي له تجارة هذا استيراد لا تو كان في تصدير يعني انا صرت سويته انا استنبلت خسرت فلوسي سويته الله يسامحك الله يسامحك. انزين بنسوي لنا شارع عرضي لا بتري خلني ابني مواني بس بسوي شارع عرضي داخلي وبيكون في شارع عرضي على المواني بشوف كيف يمشي مع المواني عقب بوصله خله يمشي مع مخطط. المخطط الحين كله مربعات شوي لاني ابى احط كل شيء في بعض وابى احط شوي دفاعات اكثر من المره الماضيه نوعا ما صبري خلص بس لحظه صبر شو نسبه التوظيف عندنا نبقى انا بوظف كل الناس بعدين اتريا شوي اسوي لهم بيوت اساس هالمره ادخل فلوس بدل ما اقعد بس اخسر فلوس لان اخر مره كان عندنا نحن المصيبه في 112 واحد ما عندهم بيوت. زين قلنا بنصدر كوفي عندنا كوفي نحن حطيت كوفي انا صح قول بعدني كوفي اظني ما حطيت ها كوفي موجود والله كوك بلد عيونك وإذا ما في تصدير كوفي الحين بيستوي زعل موجود 2000 يو حبيبي بس هذا حق منو الكرام حق مهربين شوي بيزعلون والله محتاجين فلوس ما على بعدين بعدل العلاقة بنسوي سفينة ثانية شوي خليها بترضيهم شوي مش مشكلة أهم شيء الراحة النفسية يعني شوفوا خلقنا درب هيون منه. انزين الحين المكتبة انا هذا لازم اغير مكانه هذا مكانه تعبان ابغى اوصل هذا من الوسط واحط هني شوي مباني ف شوف البيوت كيف ساكنين والله مساكين عندنا بيوت بس بشكل عام هالمبنى كونستراكشن لازم اشله والتيمستر ابغى اشله تيمستر نحن اتفقنا في العادة نحطي أكثر اشتروا والله مني 5000 نايس أخذت مشروع 5000 درهم دولار مش درهم دولار دولارا مننا زين الحين هذا لازم أبني الصراحة سوري ما أقدر أتري أكثر أبى أبدأ على طول أبحث أبى الأبحاث أشتغل على أساس زين هذا الجب كواليتي برفع شوي أبى حق ناس تستوي اغنى شوي وناس تبغى تداوم هني لان شيء مهم اني انا اسوي بحث حق اصدقائي. انزين الحين بنحط لهم قبل البيوت نحط لهم مكان يستانسون فيه بوزع لهم اللي هو التافر هذا يشربون فيه عصاير هذا اللي تبون تعرفونه فقط. انزين بنحطي عند البيوت هني لان هالمباني اللي اكتشفته ان كانوا يدخلون فلوس جيده يعني المبنى هذا يزيد سعادة الشعب وفي نفس الوقت يدخل عليه مبالغ طيبة وفي احتمال انه يرفع ارباحي شوي. الحين انا نوعا ما بعتمد شوي على التصدير وهذا الشيء مهم وايد مهم. انزين الحين شو يبون مهمة ثانية يتبه
يقول أيها الرئيس إن أنت بروحك اللي في تروبيكو هاي مو عندك حد مكان شيء، يمكن تبغى تضيف عضو جديد عشان تكون أوكي. ويقول أنا سويت بحث وعندك 32 عم ولد عم، ونحن بنحتاج حد إنه يشغل وياك. ما بحد، أنا أروم بعيش فورفر، بعيش الأبد، اللعبة كلها بتعيش كم يوم والله أعلم، إذا الله أحيانا إن شاء الله. إنزين بحطي لهم كم حديقة. حديقة حديقتين بس كفاية حاليا. أنا هني بحطي أبراج، لأن يوم هجموا علي شي يجون على المبنى هذا، ما بيهجموا على المبنى هذا. إنزين خلصنا مهمة، ما أعرف ما كتب اسمهم بالضبط. إنزين شو تبى نحطي مانديت؟ عندنا 4 سنين بيكفي. ما نبى 10، ما نبى سويس بانك، أقول خلنا نزيد 12 شهر على الفترة اللي عندنا، وبنزيد أوبرا بعده بدري. خليه يطلب منا بنحطي أوبرا هاوس، بس وايد بسرعة ماشيين يعني أنا أحس. زين الحين أبغى أراقب كم واحد عندي غير موظف. أنا امبلويد 10. زين هذا معناه أقدر أحطي تي مستر أوفيس ثاني هني. كان والله مفروض أطلب 10 غير، تصدقون؟ أوكي الحين عندنا الرانش أبجريد اللي هم هاي بيكلفونا شوي فلوس. أول أبجريد نستعمل السماد من عندهم إلى المزارع، نزيد 20. ثاني شيء خلينا نبطل اللعبة، هاي شو يسوي؟ هاي يزيد فعالية القوت حق كل بلانتيشن مزرعة موجودة 10. والله وايد حلو، وايد حلو. عندنا نحن بلانتيشن حوله، اشوف كم يكتب لي كم زاد. زين ترى على فكرة هذا مكلفة مش رخيص، تشوفها 800 بعد. اوكي هذا يرفع نوعية العمل عندهم، نجيب كواليتي مالهم وخلهم عندهم النجمة. زين هذا الثاني الحين اخر واحد فعاليته المزرعة ولا الحظيرة هاي تزيد 20، بس نوعية الوظيفة تقل. بس نحن بنرفع نوعية الوظيفة عقب، فشو بنعوضها في الميزانية يوم بنرفعها بيرضون شوي. ما برفع الميزانيات على طول، الحين شوي اشوف والاوف الناس عايشة جيد يعني خلاص، لان احنا نزلنا وين؟ نزلناه في الطرف الثاني. الحين بينقصنا شوي ناس. انزل ابني مزرعة خنازير، بسميهم شيء ثاني انا، ما بسميهم خنازير. انزين هاي اللي بحطيهم وسط المزارع. اوكي سوري كانسل يس اوكي راش. اوكي اوريدي كمان متخنزرين. انزين وسوي له ابجريد بعد ما ينبني. الوضع يبالي تفكير شوي. الحين لازم اجيب شوي ناس لاني بحتاج. اوكي الحين اقدر اسوي ابجريد حق عندي 3، عندي 6 وظائف مفتوحة. انزين المهم الجاية بطلب ناس، وكان مفروض والله اطلب ناس زيادة الصراحة. ان شاء الله السفينة الجاية تعطيني ناس. انزين الحين عندنا مزرعة الكاكاو تعطينا شو؟ 5000، لكن 100% انتاج يزيد. انزين غالي غالي اصطالع الفلوس. هذا شو يزيد فعالية كل الباينابل الباقي. هذا شو كوفي ما عنده باينابل قريب، سوري ما اقدر اسوي. انت تعال شو تبغى؟ ابني وورف. اوكي ابني مال السمك انا ترياها مهمة اصلا الحين. زين وين السمك؟ تعال كل حد لا بقري، ترى فكرة كل حد لا بقري. يعني بنبدأ نطور المباني بدل ما انا قاعد ادق المباني ارض من قبل وما استعمل الناس اللي عندي وغير موظفين وغيره وغيره وغيره، مصيبة ثانية. بس اوكي الحين بنبني مال السمك هذه. خلنا نشوف الميزانية كيف ماشي وياي. 18000 39000 وايد تراك ترى وايد تعبان، بس ان شاء الله الفعالية شوي يزيد. ما انا يعني
ما يونا ناس، نبى ناس يا أخي. ليش ما طلبت 10 ريداد؟ لو طلبت 10 ريداد يمكن كنت حليت معظم المشكلة. انزين مو مشكلة. عندنا صوف، عندنا لحم، عندنا شو اسمه، عندنا كوفي، عندنا تريد، ما نبى كونتراكت الحين. الحين اننا بنبني الوارف، كم بيكلفني؟ 1200. اوكي بس خلنا نخلص المهمة، تشوف يمكن يعطيني ناس. طبعا يوم بيعطينا ناس، اذا اعطانا ما ظني. اوكي 10 10 10، هذه العشرة ابو 10 زيادة. بيون السفينة الجاية اللي بتي بيون، لان الحين عندي مشكلة في ان امبلويد صفر، عندي 23 وظيفة تتريا ناس يون فيها. انزين هاي مزرعة ذرة، هاي يزيد، اوه يزيد الانتاج 10 كل شهر من بعد ما الابجريد هذا استوى لمدة 10 شهور. هذا نفس الشيء ذرة، والله صراحة ابجريد محترم. هذا شو يسوي؟ هذا يزيد فعالية، شكرا. كل المباني اللي حوله، كل المزارع اللي حوله ب10، اظني يوصل لهم بعد. لا هذا ما بها، يزيد الفعالية 100% حق التباكو، بس شو يسوي؟ ينزلنا جودة الارض كل مرة، هذا ما بيكون وايد زين. انزين هذا شو؟ تي مستر اوفيس. انزين انت شو تجيب لنا؟ 5000. لا هذا لا، هيزيد الفعالية بس يخلي السمك يخلص بسرعة. لا احنا نبغى السمك يتم فترة اطول. انزين هو الحين قالنا سوي شيء صح، خلص المناجم. اوه منجم ذهب، انا يريد يبغى نستكشف. استهبل. زين استكشفوا هالمكان، اظن بيستكشفون اللي بدربهم ترى. ان شاء الله ما يكون هذا اللي يبونه، لان بننزل تحت نبغى نستكشف المنجم الثاني بعد. بس المناجم اذا ما نقدر نسويها الحين، الحين نشوف بالعصر هذا ما بنقدر نسوي الا اللوجن كامب اللي هو مال خشب، بس عادي يعني مو مشكلة عادي. بعدين شيء ثاني ما عندي مشاكل، بس محتاج ناس توصل، لان الحين اذا فتحت لي 3 4 وظائف زيادة انا بتوهق شوي بعد. واذا كنت محظوظ بيوني بعد ناس من برا، يعني ما بيقصرون. بس شوي المدخول مالي تعبان، نتريا شوي بس خلنا نعطي شيء ميزانية حق 4000. 4000 والله مبلغ كبير، بس مو مشكلة، مفروض نبني بيوت. والله مفروض نبدأ نبني بيوت، والبيوت يفتحون وورد وورز، فلازم أبني مجموعة بيوت الحين. 10 أنا كم عائلة عندي؟ لحظة 56، بحتاج حدود 16 بيت أساس أن أغطي الاحتياجات الموجودة. يو الناس 29 واحد، يو يا حبيبي وايد أكثر ما أبا. أنا كم وظيفة عندي فاضية؟ كان 25، الحين 8. لا أوكي عددهم زين، لأن لو أدخل على الميزانية ما أقدر أدخل زيادة. ورك فورس توريزم، كيف أعرف منو يدخل لي وايد فلوس منو ما يدخل لي فلوس؟ زين أول شيء بنروح للكونستراكشن أوفيس مبنى البدا، بسوي شيء اللي هو بنحطي مدير. ها شو يسوي؟ يزيد هاوسن كواليتي، ما نبغى. ورك كواليتي يزيد، يزيد جودة الوظيفة. وعندنا هني بنوظف واحد مدير حق المكان، يزيد كواليتي اوف جوب، جودة الوظيفة يزيدها، واللي هو شيء ممتاز. البيت عندنا يكلفنا معدل 1500، يعني فلوسنا ما تكفي 10 بيوت، وإذا فلوسنا ما كفت 10 بيوت هاي مصيبة. البيوت اللي هني أبغى أهدمها، أبني مكانها يمكن حدائق. أبغى أجيب البيوت الثانية، هذا اللي المكان هذا ولا شوي قدام تمشي هناك، يعني بيت 2 3 4 5 6 7 8 16 بيت،
واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان. على فكرة اظني هاي ما يبالها مشارع، نقدر نسوي فريج كبير الطريقة هاي، اظني ما بيطلبوا الشارع، يقدرون يمشون لين داخل. فيمكن احط فريج هنا ليون التابرن هذا يستهلكون شوفي ويخسروني كل الفلوس اللي كانت عندي وينزلوني في السالب ويبهدلوني. اذا شتبه صدر 5000 سمت. اوكي هذا نبا، هذا يزيد المانديت. بس مرة يمكن نطلب موظفين زيادة، بس الحين هنتكلم عن 16 17 بيت اللي هو حدود 40 زائد 20 70 عائلة تقريبا، يمكن اكثر. يمكن انا حطيت اصلا بيوت اكثر من الاحتياج. لحظة، 4 عوائل كل بيت 40 عائلة، دبل 2 80 عائلة، هذا ما نحتاجه. اوكي وهذا ما نحتاجه وهذا ما نحتاجه. اوكي يعني 7 7 14 بيت. الحين لازم احسب 28 زائد 50 عائلة، اذا نقص اروح احط بيتين زيادة. بس اذا زاد صارت فلوس، الحين يرد لي فلوسي، بعدين ما بيرد لي فلوسي. انزين مينا كونستراكشن اوفيس يسار، ايوه بقالة هذه. نباع مستوى السعادة شوي يكون جيد في المدينة هاي، فبنحط لهم دكان، بنحط لهم قصر كاثوليكي، يصير يتعبدون وغير العبادات، شيء مهم جدا. مو مشكلة، هاي مؤسسات غير ربحية، هاي مؤسسات ترفع مستوى السعادة. الهدف أبا 3 متعلمين، أعطوني 3 متعلمين خلهم يوني. زين الهدف من هاي نحن نرفع مستوى الرضا، لازم يوصل 51% اللي هني قبل لا نعلن استقلال، ولا تعتبر اللعبة خسرانة وبنخسر الجيم كله. زين خلنا نسرع اللعبة شوي أساسا نبنون. شو الأخبار؟ في وظائف، في 17 وظيفة نتري عليها ناس. بس الحين شوي المفروض يكون مدخولنا أفضل من قبل، على أمل، لا تنسوا كله على أمل، يعني شوية على أمل، فإن شاء الله يعني تضبط الخطة الدبلوماسية هاي وتنجح أهدافي، وأقدر أني أسوي مثل ما أبا. بس والله عندنا فلوس ترى، عندنا فلوس، يعني شو اسمه الجديد هذا كامل مضبوط شكله. ومن يبدون يسكنون شوي بعد بس تي وايد. اوكي لحظة، هذا يوصل لك كل شيء عادي. اوكي ممتاز، نصدر سمك. كم سمك هني؟ ما يستدخل وايد، بس عادي ما عندنا وايد وايد. بس نحط هني مدير هاوسن كواليتي، ما نبغى هذا، يمكن مدير يعدل هاوسن كواليتي زين، لان هذا بين بيوت. نبغى حق التافرن هذا، لا هذا بنشله من هني. ما في مدير. اوكي مدير هني، هذا حطينا مدير احنا عليه توه. اوكي برايه الحين كم عائلة عنده؟ ما عنده بيت، 47 عائلة، اللي هو بينتج عن ان نسوي بيوت غير. الحين نحن نبغى نوازن شوي طلب السوق. شوفوا عندنا وظائف مفتوحة، عندنا 10 غير موظفين، يعني ما عندهم اماكن. انا اظني الحين انا اوكي، بس نبغى نحل مشكلة الناس اللي ما عندها بيوت. خلينا نشوف الحين كم باقين، 38 عائلة، يعني بنحط 7 غير. هذا فريج شعبية مال شوفوا كم واحد جاي الكاثوليكيات، شوف شكله. انزين الحين عندنا مهمات جديدة. اوكي ابني مكتبة جديدة. اوكي ببني اسوي بحث على الفورمان اللي هو هني، ونبى لمبر مل، ولا نبى اول شيء الجيش، نبى نسوي كتيبتين. انزين صح، نحن تذكرت موضوع المنجم.
اوكي بنحطي له الشارع سيده لين هني، ما بسوي ميلان والسوالف هاي، لا بحاول ان اسوي مساحه ممكن استفيد منها في المستقبل يعني ما تخسرني بزياده. انزين نحن ليش ما قمنا نصدر سمك للحين؟ الحين اظن بنصدر، على الاغلب بنصدر الحين، طلعنا 4000 وشي سمك هني وصل، لا اظن يستهلكونه محليا فلازم نحصلنا مكان ثاني سمك. خلينا نحط منجم ثاني اذا يستوي وايد زين. وايد اوكي سيده والله الشارع استوى عجيب. انزين الحين قاعد امشي والله على الميزانيه اشوف الامور ماشيه للحين اوكي لين ابدا اخبص. انزين كم واحد عندنا؟ امبلويد واحد، اوبن جوبس 4. اوكي يعني يمكن حتى البيوت، بس البيوت نحتاجها لان عندنا 21 عائله واربعه في اربعه 16 عائله، يمكن نحتاج ثلاثه هني، واحد اثنين ثلاث، المفروض يحلنا مشكلة السكن على القياس. اوكي عندنا 3 سنين على اساس انه نمد. الحين بدينا نصدر سمك. انزين بنبني مكتبة ثانية، يمكن اهدم القديمة، ترى ما بخلي القديمة موجودة، نحط المكتبة الثانية هني. اوكي عندنا بيوت تنبني، عندنا مكتبة تنبني، مسرعين اللعبة. زين شنو بقى نحن؟ امبورتد سيتيزنز، ثلاثة متعلمين، درب جديد حق المهربين، تكنولوجيا ببلاش، خلنا ناخذ ثلاثة متعلمين، خلنا ناخذ ثلاثة متعلمين، ان شاء الله نطلع 51 قبل المدة تخلص علينا. زين شو تبغى انت الحين؟ وظف مدير جديد في اي مبنى، انا ابى هذا هني يكون في مدير جديد. ما اقدر اسوي ابجريد وين مدير هذا المدير، وظف مدير هيزيد جودة العمل، هذا معناه محتاجه في مش هني، ايوه هني يزيد جودة العمل وظف. اوكي اعطني ثلاثة متعلمين، نبى مدير جديد، هذا اوريدي عنده مدير، ها عنده مدير، ها ما عنده مدير، خليه يزيد جودة الوظيفة مالهم، ما على الأغلب بهدمه بغير مكان على فكرة. انزين الحين شو اللي دخلنا فلوس يخسرنا فلوس؟ انزين بعدني في الخسائر، أنا الحين يقول المظاهرين يقولون سب الملك شيء خطير. زين إذا الحين انا سبيتهم ولا رفضت طلبهم بتستوي مظاهرات علي، بتكسر وبتلعوز وبخسر فلوس. يا سبيت الملك ما نعرف شو العواقب، اجرب. طيب لازم نسب الملك، ما ادري هذا والملكة كلمة خايسة. خلى نكتب كلمة خايسة الملك. زقرني على القصر، خلى نشوف شو بيسوي الملك. سبيت الملك والله. انزين ما بيسوي شيء؟ لا ليش عندي وايد ناس؟ صبر صبر صبر، كيف اوقف الناس؟ انا امبلويد 6 عندي، اوبن جوبز ما عندي. زين في ناس مش ساكنه اصلا في ولا بيت. خذ 5000. اوكي خذ 5000 ولا يتظاهرون علي، الصراحه عندي فلوس بس بيتظاهر علي وبيسوي لي هذا ودنيا يا حبيبي. ابا انا هني حق المظاهرات برصه بابراج هني تري. صبر صبر صبر، خلينا نشوف عقب متفاهم مع المظاهرات. الحين بنحطي لهم كم حديقة هني، لا كم حديقة والناس ساكنة في الشارع ما يستوي.
ان 14 يعني تبع بيوتي دوت كم بيت؟ بيت بيتين ثلاث اربع. انزين ابو امدد الفترة الحين لازم هذا يوصل يصدر ف نوضتوني. اوكي عندنا قلعة، لحظة عندنا قلعة جيش ابا مكان جامد والله، هذا مكان جامد عندنا، هذا بعد مكان لولا هالمبنى كان مكان جامد. حطي هذا عند البيوت، لا مو شيء، حطيه هنا كجزء من القصر ونحط الشارع، بس بيطولون اذا استوى شيء يوصلون صح. لا اتز اوكي، الحين خل مي الشارع هني مجبور انا اساس المزرعه. لا اوكي اوكي، لا وايد اوكي. للحين احس المشروع الجديد نوعا ما ناجح، الا اذا انا ما وصلت 44% في نهايه السنتين واعلنت استقلالي راح اكلها الصراحه، لان يعني راح اكلها من الخاطر، لان راح نخسر اللعبه دايركت. انت شو تبغى؟ شو يسوي هذا؟ مش قادر. اوكي نبا والله 4000 شكلهم حلوين. لا نبا دروب تريد جديدة، نبا نتاجر. زين انت الحين لان عندي مكتبة جديدة انا ما باك انت، ابا اخلي هذا اللي هجي، احس مكانه احسن، احس مكانه احسن. بني مدير حق المكان، ما عندنا مدرة. زين الحين اللي انا اذكره هذا اقدر ابني دايركت، بس حرام بعدنا دام الناس مستانسة نباها تستانس شوي زيادة، ببني لها مال اوبرا في مكان هني مال اوبرا عند القصر. زين عندي سنتين، هذا بكم بينبني؟ مهم ان هذا مفروض انه يزيد ساعات الناس ترى مفروض. عندي هني صادرات ب 11000، عندي ميزانية جيدة نوعا ما، قاعد احافظ على الميزانية. البيوت نحن فعليا ما نبى كلها بيوت، ممكن ناس تسكن لا مش وايد، قاعد نبني مال 16 ب 16 عائلة يعني، بس في ناس بتي ترى ياسين، نحن نوظف ولا نوفر وظائف زيادة، وعندنا اوبن جوبس وعندنا ناس جاية، فالموازنة زينة. أظن لو كمية بسيطة من الناس اللي هي مش ساكنة أمور طيبة، بس إذا زادت الكمية أنا أحدها هني تبدأ عندنا المشاكل الفعلية وأزمات اقتصادية. نحن يعني فهالمرة بعلن الاستقلال على طول وبنتقل للمباني إيداد، يعني ما راح أسوي شنو سنة، هذا وضع مش عاجبني، إذا هذا عبارة عن تكلفة زايدة أنا ما بك، بحط مكان ثاني عادي. انزين اي شيء تكلفة زايدة مش محتاجينها خلها تروح برايا. ما اعرف اذا السفينة بتشتري 17000 واضح، بس خلنا نشوف يمكن تجيب لنا ناس بعد، اذا جبت لنا ناس وهقة انا ما بهالكثر ناس، ومش لازم حتى ان الابروفل ريت نزل، مش لازم كل الناس تستانس. زين خلنا نشلينا هذا من هناك، اللي بنسويه هذا زاد لنا فلوس. زين مو مشكلة عادي، مش لازم الكل يسكن الحين. لحظة ليش كيف في ناس ما عندها بيوت انا توي باني؟ ما زاد العدد؟ زاد وانا مش منتبه، يمكن زاد وانا مش منتبه والله. زين الحين عندنا سنتين، اذا ما صدرنا 5000 سمك هو اصلا من نوصل 6 شهور اظن بيعطينا تمديد. زين ما يبت لنا ناس. اوكي حلو، اشتريت منه معظم السامون، هذا معناه اقدر احطي اوريدي، حطيت هالسوالف اوريدي حاط كله، فابى ابني هذا يمكن على طول، ابى اشوف السعاده كم بتوصل اساس لبرمل. اوكي نحن ما عندنا ناس تداوم اصلا، ما عندنا وظائف مفتوحه،
وعندنا 5 ما يداومون، معناه اقدر اجي هنا احطي لمبرمل قريب مره عنده اوصله وياه ان شاء الله يخطف شارع وراه. هي يخطف اوكي. ها بيجيب الخشب، هذا بيقطع من الخشب على طول، ويكون عندنا شيء صادر بعد يدخلنا فلوس. بما ان عندنا نحن 6-5 غير موظفين، عندنا اوبن جوبس بيتوظفون هايل، وبيون ناس شوي غيرهم، ومن نعلن الاستقلال اكيد في مظاهرات. هاي الناس المدرج عليهم شو الحين، حد يبى مي؟ انزين حبيبي رسل شو اخبارك؟ انزين نقدر نفتح نسوي جريدة، نسوي جريدة اوكي. هذا بيخلينا نبني على ما اذكر، شغلات ثانية. زين وبنحط وراه اوكي، ها بيفتح لنا مباني ثانية. رتيب نبى الدستور، اذا ما اعلنا الاستقلال مش مهم، لان ما تقدر تعدل على الدستور اذا اللي اعلنت الاستقلال. تعال عندنا مهمة ثانية، شو تبى انت؟ صدر 3000 لحم ان شاء الله بنصدر. المشكلة عندنا في تصدير السمك، ما عندنا مشكلة، عادي عادي عادي، يبدا ناس عندنا متزنين اقتصاديا، بس محتاج الناس شوي تستانس اكثر. واحد من التافرنز اللي هو هذا، خلنا نسوي حق ناس افضل شوي مستوى، خلي الناس شوي تستانس، ونقدر نحط حديقة عودة هني عندهم، ولو نمد شارع من هني لين هني، نسوي بالطريقة هاي، نحط حديقتين صغار، نرفع مستوى السعادة شوي على اساس اقدر اعلن استقلال. زين خلنا نسوي لنا قصر، لحظة قصر، قصرين، قصرين هني بس يكفون الحين لين الميليتري ينبني، وسوينا الدرب حق الجيش بعد حق انه يدخل. لا مش يعني نوعا ما، في عندنا ناس بعد الحين جت جديد، ونسبة وتناسب الوظائف مع السعادة مع الامتداد مع كل شيء. فالحين هنتريا، خلنا نسرع اللعبة شوي، وبالغض النظر عن هذا نتريا مهمات جديدة. زين بيدومون ما عليكم، بيتوظفون على فكرة. هاي نقدر نعدل أسلحتهم أحسن، أنا ما كنت أعرف هالشيء قبل، الحين بدأت تستكشف هالشيء. زين أنت شو شغلك؟ سؤال، أنت شو شغلك؟ أنا شو كنت أبغاك تسوي؟ كانسل. أنت شو تسوي؟ جود كتل. أنت باقي الثالث، معناه أقدر أحطي لاما وول. وين مكان أخضر حقه؟ نبي مكان جيد جدا يعني. انزين غير المكان، خلينا نهدم هذا، بنشوف يمكن يكون احسن، لان يمكن من جنب بعض يمكن الايجابيات ما تكون اوكي. انزين سو 7 ابحاث، اوكي اظني عندي 7 ابحاث اصلا. اوكي نبا 3 متعلمين، ممكن نحط مدراء إعداد للمكان، لان نحن محتاجين مدير لهذا المبنى. ناس متعلمة شوي راح نضيف لنا نكهة التعليم، واللي هو شيء نحن نحتاجه حاليا. زين انا اظني لو اشيل هذا احسن بيكون، بس عندي جيش، عندي هذا، عندي كل شيء، خلنا نسرع شوي. اوكي البحث السابع شو بيكون؟ هذا اللي الحين قاعد يسوونه، جريدة. بنسوي جريدة، نقدر نكذب على العالم ترانا،
نسوي وايد امور. كذبه بيزه ترى. ما يصدر سمك وما في كفايه. لحظه خلنا مني وورف هني زين انستنت بيلد. خلي الناس بالداون في مالك، خلي يبون سمك زياده. عندنا هني سمك محتاجين، بس شو الاستدامه هاي اللي هي هاي بالحرب البارده. هاي شو يسوي؟ ياكلون السبت على اساس يتم فتره اطول، وهذا اللي نحن نحتاجه اساس المورد هذا يوم يخلص يستوي بور خلاص. انا عندي هني بس ما اقدر اشوف كم، بس اوكي عادي. انزين الحين نحن من نبني عندنا قصر 49 نقدر. شوف اذا وصلنا 51 ما عندنا مشكله ان علينا استقلال. عندنا 3 يويدات، عندي 10 ما عندهم بيوت. عندي ميزانيه اني ابني بيوت. لحظه 1 2 3 4 اوكي. هذا الفريج ترى فنان يعني، شكله حلو يعني ما فيه مشاكل. انزين الحين نحن عندنا تكنولوجي واحد زياده، نسوي له بحث، وبعد التكنولوجي هذا نصدر سمك، وبعدين نعلن استخراج. Presidente, after suffering a thousand paper cuts, we have invented paper. زين نحن بنسمع اخبار اصلا، ونوعا ما هذا يسلي الشعب ويستانسون يوم فيه جريدة في الموضوع. فخلنا حطيلهم في هذا المكان اللي قررناه يتم فاضي شوية هني، بنحط شيء ثاني في ظهره. اوكي نحن نبغى الحين نبغى سموغلرز شوي زيادة، المهربين نفتح معاهم درب جديد. انزين هوملس فاميليز قاعد نبني لهم 7، ما عندهم مشكله لان في ناس سكنت هنا ترى. في ناس سكنت هنا نقدر نعلن استقلال، بس مش الحين صبر، لان ما ادري اذا هي فكره ممتازه اني اعلن استقلال قبل لا يكون. لا اوكي اوكي نقدر نعلن استقلال. مدخولنا اوكي، 11 شهر دخلنا في الاحمر، كل شيء اوكي. زين عندنا وظائف، وما عندنا ناس تداوم في الوظائف، ما عندنا مشكله ناس ما تداوم يعني، ما بيكون عندنا وايد مشاكل. بس احس لو اعلنت الاستقلال بس تي مشاكل، فبحتاج برجين زياده هني. خلهم يوم بيتضاربون اول شيء بيتضاربون مع الابراج، من خبرتنا نحن واذا الابراج عند بعض بيكونون ابراج قويه يعني. وعندنا هني نحن بعد هاي اللي هم الجيش مالنا، خلهم يستكشفون مكان نقدر نزرع فيه. انزين الحين شوي طريق. انزين ازيد 12 شهر. نحن عندنا مشكلة وظائف. عندنا اوريدي سنة وشوية من السمك خلص، اقدر ازيد سنة. اوكي بزيد سنة، بزي سنة احتياطا احتياطا لين يخلصون الابراج، يمكن يبالهم اكثر من سنة. وبنحطي لهم من تستوي الجريدة يمكن على استقلال. جريدة ما يبالها سنتين، اقل 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 وايد اقل. انزين هاي الجريدة بنحطي لها مدير. يحطي نقاط بحث يزيدنا، يخلينا اسرع في نقاط البحث. اوكي بنحطي له مدير فنان. وين دخل فلوسنا نحن؟ ما في شيء اكثر يشرح لي يا ريت. في عندنا 9 غير موظفين، وعندنا 13 وظيفه يعني، لين هم يدورون وظائف شي ياخذ له وقت ومشروع طويل. انزين هاي كانت بدايه، والصراحه ترى بدايه جامده. ما بعلن استقلال هاي الحلقه، بوقف الحلقه هني. مشكورين على المتابعه، ابغى رايكم في التصميم الجديد. التصميم الجديد راح يتعبى هذا في الوسط كله ترى، راح يستوي مدن. يمكن في مرحله ما شاء الله ودي برع بعيد ولا شيء، بس الحين احسه يكون جزء حلو من التصميم. فاعطونا رايكم تحت في الكومنت، شوفوا الحلقه الجديده كيف، شو امورها، و
هل عيبتكم البداية الجديدة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.